إن شاء الله راح نتكلم عن السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية. طبعا السكتة الدماغية عبارة عن مرض أو حالة صحية تحدث عند حدوث توقف أو انخفاض حاد بكمية الدم التي تصل إلى جزء من الدماغ، مما يعني يحرم أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والمواد الغذائية الضرورية لتأدية وظائفها. في غضون دقائق معدودة تبدأ خلايا الدماغ بالموت، وتعتبر طبعا السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، حيث أنها تلقي يعني تلقى موت كبير في الخلايا المخية، مما تسبب توقف لعدة وظائف في الجسم. أيضا من الضروري أن الشخص يتم تلقيه عدد كبير من العلاجات الفورية، التي يعني يعتبر أمر بالغ بالأهمية للحفاظ على حياة المريض. هذه العلاجات مفيدة جدا لتوقيف أو يعني عدم مضاعفة السكتة الدماغية. أيضا حيث يعني كما أن يعني تشخيص أعراض الجلطة الدماغية وعلاجها في وقت مبكر يمكن أن يقلل الأضرار التي يعني تلحق بالمخ، والمضاعفات المحتملة لهذه الحالة تنقص بنسبة كبيرة جدا إذا تم العلاج في يعني في إذا كانت العلاج في بداية الجلطة. طبعا تبدأ أعراض الجلطة الدماغية بالظهور فجأة من يعني خلال ثواني أو دقيقة أو بضعة دقائق. في معظم الحالات تتوقف الأعراض عند مستوى معين أو يعني تتطور أو يعني تزداد على حسب الحالة. طبعا تعتمد أعراض الجلطة الدماغية على المنطقة المصابة من الدماغ، حيث يعني كلما اتسعت المنطقة المتضررة من الدماغ كلما تم يعني على الأرجح فقدان المزيد من وظائف الدماغ. أتمنى أنكم يعني استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.